بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع هذه الكلمة أو المداخلة حول علم من أعلام الفكر الإصلاح الجزائر، وفي سياق هذه الندوة نقول علم من أعلام زواوة. الشيخ عبد العزيز بن عمر حقيقة الإنسان أو الباحث أو المؤرخ للحركة الإصلاحية في الجزائر، عليه أن تطرح السؤال. هذه الشخصية التي لعبت دوراً، أقول فكرياً إعلامياً، دوراً بارزاً في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، وترك التراث حقيقة يحتاج إلى الدراسة والتحليل لما مسه فكره، مجالات مختلفة في الاجتماع، في السياسة، في الثقافة، في التاريخ، في الدين. يتساءل كيف بعد كل هذا الجهد وهذا الإنتاج وهذا التأثير يعني يغيب هذا الإنسان بعد الاستقلال، يموت في عام 77. يعني هذه الفترة تقريبا كأنه طبعا عاش مغمورا، وكثير من الباحثين لا يعرفون عنه الكثير. فإذا هذا التراث الذي تركه الشيخ عبد العزيز بن عمر، يعني كتب يعني أكثر من 500 مقال، أكثر من 500 مقال في تخصصات عديدة، وتناول كما قال قضايا متعددة مختلفة. ويدهش الإنسان عندما يقرأ هذا التراث وهذه الاهتمامات المبكرة، يعني في الثلاثينات والأربعينات يتكلم عن قضايا وعن يعني قضايا ما زلت نحن في حاجة إلى دراستها. مثلا كان أول من كتب مقال اشتغالنا بالشرق أنسان أنفسنا، اشتغالنا بالشرق أنسان أنفسنا، كان النقد، مقال نقد لمجموعة مثقفين جزائريين في تلك المرحلة الذين كانوا متأثرين بالمشرق العربي أكثر مما هم متمسكين ومتأثرين بالثقافة الجزائرية. وكتب مقال أيضا اشتغالنا أيضا بالغرب أنسان أنفسنا، أيضا نقد للنخبة الجزائرية التي كانت توجه نحو الغرب، نحو الحضارة الغربية، ومتخليا عن متخلية عن تراثها وهويتها، وتكلم عن كثير مواضع. لكن الذي يهمنا في هذه المداخلة بالدرجة الأولى هو ما تعلق بزواوة، بمنطقة زواوة، أو فكرته في إصلاح الزوايا أو إصلاح التعليم وإحياء الدين في منطقة زواوة، بحكم كما قلت في البداية هو من منطقة زواوة، بالضبط في منطقة أصفون. ولد في أصفون 1906، فهو من منطقة أصفون ودرس في منطقة أصفون، بالإضافة إلى دراساته في جامع، طبعا درسته في عند في قسنطينة، كان تلميذ ملازم للشيخ ابن بديس 4 سنوات في جامع الأخضر، وكذلك طالب سافر على حسابه ودرس حوالي سنة في 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 الزيتونة، ولكن تأثروا يعني عجبوش يعني الدراسة والتعليم وطريقة التعليم، وجدها متأخرة تقليدية أكثر من لازم، فعاد الجزائر على أساس أنه يعود إلى الأزهر، ولكن لم ينجح في المهمة، ولكن حياته كله تبقى فيما بعد في إطار مدارس جمعية علماء، خاصة مدرسة الشبيبة الإسلامية في العاصمة، بالإضافة إلى كتاباته المستمرة غير منقطعة في جريدة البصائر، حتى أصبح هو الذي يكتب افتتاحيات جريدة البصائر في عهد
في عهد الشيخ البشير إبراهيم. البشير إبراهيم كان متمسك بافتتاحية البصائر ولا يسمح لغيره أن يكتب هذه الافتتاحية إلا نادرا، وعندما يسمح فإنه يسمح فقط للشيخ عزيز بن عمر. بالإضافة إلى لغته الراقية باللغة الفرنسية، تعلم وحده اللغة الفرنسية، وأول من نبه إلى المفكر مالك بن نبي، وترجم مقدمة التي كتبها وضعها الدكتور محمد عبد الله دراز لكتاب الظاهرة القرآنية، ترجمها الشيخ عبد العزيز بن عمر من الفرنسية. وكما تعرفون اللغة دراز كانت قوية، لكن ترجمها باللغة العربية فصيحة أحسن من الترجمة التي ترجمها عبد الصبور شاهين فيما بعد في القاهرة، ونشرها في البصائر. وأيضا قدم محاضرة حول كتاب أيضا حول كتاب الظاهرة القرآنية في الجزائر العاصمة، فكان من الأوائل الذين فهموا فكر مات النبي وتنبأوا بأن هذا الشاب الذي كتب كتاب اسمه الظاهرة القرآنية سيكون له مستقبل. فالشيخ أيضا الشيخ عزيز بن عمر طبعا تعلقه بهذه المنطقة رغم أنه عاش في الجزائر ومنفتح على العالم الثقافة العالمية، وتظهر هذا كلها في كتاباته، في مقالاته، في ترجماته أيضا موجودة أيضا في البصائر والشهاب. هذا الشخص كان أيضا مرتبط ارتباط وثيق بمنطقة زواوة، درجة أنه كان كل كتاباته الأولى يعني في الثلاثينات كان يكتب باسم مستعار وهو الفتى زواوي، يعني يكتب فقط بفتى زواوي. وقد هذا الاسم مستعار زواوي أثار طبعا صح التعبير تساؤل من أحد أيضا الرموز الحركة الإصلاحية وهو الشيخ حمزة بكوشة الذي كتب مقال قال لماذا تكتب يعني لماذا طار ابن باديس ترك هذا الشاب أن يكتب يكتب الفتى أزواوي، فهذه النعرة انتماء عنصري وكذا. فالشيخ عزيز بن عمر رد عليه في أنا وسهلا رد عليه في مقالين، يعني مقالين رد على الشيخ حمزة بكوسة ودافع لماذا يكتب أو لماذا يكتب بإمضاء الفتى زواوي. فرد وقال هذا ليس عنصرية وإنما هذا تنوع في الوحدة، الحضارة الإسلامية الثقافة الإسلامية هي واحدة صحيح كلها نسميها حضارة إسلامية، ولكن في إطار التنوع في ثقافات فيه لغات في عادات وفيه تقاليد وفي أجناس كلها كلها تشكل في الأخير حضارة واحدة في إطار تنوع وهي الحضارة العربية الإسلامية. فهذا دليل إذا كما قلت على اتصاله وعلاقته القوية بمنطقة زواوة. وأيضا قام بعدة زيارات إلى منطقة زواوة وكتب سلسلة من المقالات، بمعنى أنه هذه الكتابات التي سيكتب عنها عن منطقة زواوة أيضا من خلال المعاينة ومن خلال المباشرة ومن خلال التحقيق. وطبعا هذه الظاهرة وجدناها فيما يتعلق دراسات متعلقة بمنطقة زواوة، رأيناها مثلا هنا في الجزائر مثل ألبير كامي قام بعدة زيارات إلى منطقة القبائل وكتب سلسلة من المقالات حول الثقافة الأمازيغية والمجتمع الأمازيغي أو القبائلي في ذات الجريدة اسمها الجي ريبوبليكا، يعني وجمع فيما بعد في الكتاب. ونفس الشيء قام حتى أركون محمد أركون كتابه رسالته الدكتورة الأولى اللي سجلها في جامعة السوربون مع جاك بيرت حول المجتمع الدين وتأثيره في المجتمع القبائلي، لكن بعد غير الموضوع فيما بعد. فإذا هذه الدراسات المعاينة والزيارة والتحقيق كانت معروفة في تلك المرحلة، فأبو عزيز بن عمر نفسه قام بهذه الرحلة وهذه الزيارة وعرف المنطقة وكتب سلسلة من المقالات حول منطقة زواوة في مجلة الشهاب التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس. طبعا
في هذه الكتابات حول منطقة زواوة بالدرجة الأولى صار الزوايا في وما أكثرها في منطقة القبائل، ووصف لنا حال هذه الزوايا، ماذا كانوا يدرسون، ما هي حياتهم الاجتماعية خاصة للطلبة، وطبعا وقدم، وهذا هو الأساس، قدم انتقادات لهذه الزوايا، لهذه الممارسات، خاصة الشعوذة والخرافات التي كانت موجودة في بعض الزوايا في منطقة الزواوية، فانتقد هذه الممارسة، وأيضا انتقد طريقة التعليم، وأيضا يعني والحياة الاجتماعية للطلبة، بحيث أن الطلبة ومعروف موجود حتى الآن، يعني الطلبة الذين يدرسون في الزوايا يعني يبقوا منغلقين على أنفسهم في الزوايا، خاصة إذا كانت الزاوية بعيدة عن القرية، ولا أتحدث عن المدينة، هذا شيء آخر، يعني بعيدين عن القرية فيعيشون فيما بينهم. فأراد يعني الشيخ انتقد هذه ويشتغلون بالزراعة ويشتغلون بأمور كثيرة، فقال أن الأحسن أن هؤلاء الطلبة يخرجون من هذه، عندما يتمون دراستهم يخرجون من هذه المعاهد أو من هذه الزوايا، واقترح وقال الحل، يعني في بعض الأحيان يقول أن الحل الوحيد في بناء تعليم جديد وإصلاح الزوايا هو أن الطلبة يخرجون من هذه الزوايا، أولا يدرسون في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأيضا هؤلاء الطلبة يبعثون في بعثات إلى 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 الزيتونة أو إلى الأزهر أو إلى القرويين في المغرب. فأراد هؤلاء الطلبة لابد أن يخرجوا من، إن صح التعبير، من هذا المجتمع، لا أقول منغلق ولكن المغلوق، لا فيرمي، يعني يخرجوا وإما يأتون يدرسون في مدارس علماء في المدن أو في قسنطينة بالخصوص أو خارج الجزائر. طبعا أيضا من بين الأفكار أيضا لطرحها أيضا في منهجه الإصلاحي هو أيضا إرسال علماء إلى هذه الزوايا، إلى هذه المنطقة، حتى يرفعوا أيضا من مستوى التعليم في الزوايا. ومثلا يذكر الشيخ رزق الشرفاوي، يعني كتب مقال على شكل رسالة موجهة إلى الشيخ رزق الشرفاوي، ورزق الشرفاوي هذا من علماء زواوا، من الذين درسوا في جامع الأزهر وعاش ودرس في جامع الأزهر وعاش في مصر، ثم عاد إلى زاوية عبد الرحمن الدولي ويدرس هناك، فقال فوجه له رسالة الشيخ عبد العزيز بن عمر، ويقول نحن نساندك في مشروعك الإصلاحي، وبفضل رجال مثلك، يعني هؤلاء العلماء الذين درسوا في خارج الجزائر أو في المدارس الكبرى مثلا في الجزائر، فهؤلاء نعول عليهم في إصلاح هذه المدارس وإصلاح التعليم في الجزائر. وأيضا فيه نقطة أخرى مهمة جدا في هذا التراث، هذا الجانب من تراث الشيخ عبد العزيز بن عمر، وبالمناسبة هذا الكتاب، هذا الجزء الثالث من الكتاب الذي أصدرته حول تراث الحركة الإصلاحية، ويحتوي على مجموعة وخصصته لدراسة عبد العزيز بن عمر، يعني هذا في دراسات وفي مقالات وخطب للشيخ عبد العزيز بن عمر، فطبعا وفيه طبعة ثانية يعني أكثر من هذا، جمعت وجدت أشياء أكثر، وإن شاء الله تطبع فيه طبعة ثانية، خاص كله مجلد خاص بتراث الشيخ عبد العزيز بن عمر. فمن بين هذه الأشياء الأفكار التي نجدها في هذا التراث، أولا أيضا عندما زار منطقة القبائل وكتب مقال بعنوان مقال بعظمة جبال زواوة وجمالها الطبيعي،
يعني زار هذه المنطقة وتكلم يعني عن جمال معروفة منطقة القبائل بطبيعتها الخلابة. ثم بعد هذا الجمال يستخلص يعني يستخلص بعض القيم بعض الأفكار ويقول كيف لهذه المنطقة معروفة بالشموخ معروفة بالعلم ومعروفة بالعظمة كما سماها هو الآن نجد هذا الآن الخمول يعني في تلك الفترة في الثلاثينيات هناك خمول وهو نفس السؤال يعني ممكن نطرحه ونحن سمعنا من قبل يعني مجموعة من قائمة كبيرة من العلماء يعني العلماء ثم نجد نوع من الفراغ يعني الفراغ في تلك المرحلة فيتساءل فقال أنتم يعني طبعا موجه الكلام إلى الشباب في تلك المرحلة فيقول كأنه يقول لهم أنتم لستم خلفا صالحا لهؤلاء العظماء الذين كما رأينا في علماء في القراءات علماء في 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 النحو علماء في التاريخ لكن أين إرث كل هؤلاء هذا الإرث الذي ذهب هكذا بدون أن يكون هناك ورثة في مجال العلم و يطورون هذا التراث أو هذا الإرث العلمي ف يعني في النهاية حتى لا أطيل عليكم يعني في النهاية هو كل هذا الجهد أو اهتمامه على الأقل كما قلت في هذا الجانب اهتمامه بإصلاح التعليم الزوايا اهتمامه بتراث هذه المنطقة من خلال علمائها كما قلت تكلم عن أبو يعلى زواوي في يعني قدم كتاب جماعة المسلمين أيضا كلامه مقاله على الشيخ الفضيل الورتلاني وغيره من كتاباته حول زواوة حول تاريخ زواوة حول الحياة الاجتماعية في منطقة زواوة وإصلاح أيضا إصلاح الدين والعقيدة من خلال إصلاح الزوايا فكل هذا كأنه يريد أن يقول بأن كل هذه القيم الكبرى الموجودة في منطقة القبائل على الأقل القيم الروحية المرتبطة بالإسلام لأن في قيم روحية مرتبطة ربما بثقافات أو حضارات أو أديان أخرى وعلى الأقل بهذه القيم الروحية المرتبطة بالإسلام غابت في هذه المرحلة مرحلة الثلاثينيات مرحلة الأربعينيات ليس فقط لسبب الاستعمار وهو تحصيل حاصل ولكن هو المشكل الموجود في الدين نفسه يعني لابد من إعادة مراجعة الدين إعادة إصلاح الدين وتعليم الديني حتى نستطيع أن نحيي هذه القيم من جديد فعوضا أن يركز فقط على الاستعمار كما هو السائد في تلك المرحلة ولكن هو تقريبا مثل مدرسة ملك بن نبي هذه البحث عن هذه القابلية الاستعمار التي لها دور أو إسهام أو جزء من المسؤولية أيضا في هذا الوضع الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي الذي كان في تلك المرحلة وهو كما قلت دائما في وهو ينتقدها ويريد أن يرتقي بهذا المجتمع إن صح التعبير هذا المجتمع أو ميترو سوسيتي أو هذا المجتمع الصغير اللي هو في منطقة القبائل هو لابد أن نسمو به ونرتفع به على الأقل يعود إلى مجده في إطار الحضارة الإسلامية لكي نحقق هذا لابد أن نصحح كما قلت ونحيي الدين ونصحح هذه العقيدة وبناء هذا الإنسان وفق تعاليم إسلامية سمحة وطبعا باختصار شديد هذا هو ملخص كلامي عن الشيخ عزيز بن عمر وأتمنى إن شاء الله أن أكون عرفت كيف ألخص كل هذا الكتاب وإن شاء الله أمل أن يكون نقاش في هذا الموضوع والسلام عليكم.